صراحة. طيب انا حاول اقدم المتحدثين بتاع الموضوع نمرة ثلاثة. دكتور واحد نمرة واحد، دكتور الطاهر محمد الشيخ، اتمنى انك تكون حضور موجود معنا. والسلام. طيب دكتور، اهلا وسهلا، مشكور. طيب دكتور الطاهر، he's an assistant professor of construction engineering and management and dean of admission and registration at Sudan University of Science and Technology. He holds a PhD in civil engineering construction management, master's in engineering project management and bachelor in civil engineering. يبدو لي انه حتقدموا الموضوع ده ب it's a joint sort of presentation. فانا افتكرت كده فحقدم برضه دكتورة سلمى. Otherwise we can break between the two presentations. دكتورة سلمى محمد, she's also an associate professor of construction engineering and management. She's a founder and dean department of civil engineering at the University of Sudan Science and Technology. Her research interests focus on building material, the legal aspect of contracts, claims, conflicts, and disputes. She holds a PhD in construction management from the University of Newcastle, Aptine, a master's in construction management from Sudan University of Science and Technology. She also holds a bachelor from the American University in Cairo. نشكركم دكتور سلمى ودكتور الطاهر لتقديمكم للبرزنتيشن بتاعكم. انا لحد الان ما اتاكدت انه هي برزنتيشن واحده ولا واحد وان برزنتيشن. اوكي وان برزنتر. يا اوكي جو اهيد بليز. السلام عليكم ورحمه الله. بدا بترحم على شهداء ثوره ديسمبر المجيده. بنقول لولاهم لا كنا وصلنا انه نحن بنحاول نعمل ريبيلدينج تو سودان. our presentation, me and my colleague دكتور سلمى and our colleague احمد عمر ودين نوردين وخالد الكامل, we talk about موضوع مهم جدا او very important issue, key performance indicator in construction industry in Khartoum, Sudan. Key performance indicator او اللي ما بنقول عليها الكي بي ايز ار ذا فيكلز يوز تو مونيتور انكور كنترول اورجانيزيشن اورجانيزيشنال بيرفورمانس. الكي بيرفورمانس انديكيتور او نحن بنقول عليها دلائل مؤشرات الاداء هي واحده من التولز الاساسيه اللي بتساعدنا نحن نقدر نحقق الاهداف بتاعت العمل اللي نحن دايرين نقوم به ايا كان شكل العمل هو عباره عن شنو. فاي بزنس او اي سيكتور او اي اندستري زي ما قال دكتور عادل, اي سيكتور بيبقى ما فيه كي بيرفورمانس انديكيتور يبقى ده هياثر لنا بصوره كبيره جدا على الاداء بتاعنا. البيرفورمانس انديكيتور او الكي بيرفورمانس انديكيتور a lot of number indicator that could be related to the various dimensions. ممكن في عدد من الانديكيتور نحن بنستخدمهم عاده في المشروعات like time, cost, quality, client satisfaction, client change, or business performance, or healthy and safety. طيب. Construction industry in Sudan, we have a lot of problems and difficult in meeting the construction objective because the absence of the key performance indicator implementation. للأسف صناعة التشييد عندنا في السودان حاليا فيها عدد كبير جدا من المشاكل بسبب غياب الكي performance indicator. لحد الآن ما في جهة مسؤولة عن تطبيق الكي performance indicator, ما في مؤسسة هي مسؤولة عن الكونستراكشن اندستري, ودي حاجة مهمة جدا برضو نحن مفترض نبقى نقدر نحاول نشتغل عليها. ما في مؤسسة مسؤولة عن الكونستراكشن اندستري, عندنا مجلس هندسي, عندنا اتحاد مقاولين, عندنا اتحاد بيوتات الخبره الاستشاريه, لكن ما في جهه مسؤوله عن الكونستراكشن اندستري تو ديفلوب كونستراكشن اندستري اند ديفلوب كي بيرفورمانس انديكيتور. اور ستدي از ذا موست سيغنيفيكانت كي بيرفورمانس انديكيتور ان الكونستراكشن اندستري ات كونستراكشن بروجكت فيس اند كونستراكشن
company first. نحن من خلال الدراسة دي دايرين نهدف نقدر نحدد أكثر مؤشرات بتاعة أداة نحن ممكن نستعملها في الكونستراكشن اندستري في السودان أو هي ممكن تكون مناسبة لشغل الكونستراكشن اندستري في السودان. طبعا الانديكاتر في الكونستراكشن اندستري divided to two phase or two sector construction project و الكي بيرفورمانس انديكيتر فور كونستراكشن بروجكت والكي بيرفورمانس انديكيتر فور كومباني استدي. فنحن هنا في ذيس استدي ماخدين التو كيسز او ماخدين الحالتين اللي هم الحاله بتاعت البروجكت والحاله بتاعت الشركات. نحن عشان نقدر او نقدر نحدد او نحقق اهداف الدراسه questionnaire surveying was used to collect the data for this study as the primary source to establish the most significant key performance indicator for construction project and companies in Khartoum state. 79 respondents took part sample comprising 16 consultants, 32 contractors, 27 owners and four other was used. دي المجتمع الداتا اللي احنا حاولنا نقدر ناخده معانا عشان نقدر نشوف انه يا مؤشرات اداء هي مناسبه للوضع الراهن والسيتويشن بتاعنا. The analysis of data was carried out with the help of a statistical package for the social science SPSS. Data were carefully analyzed statistically using reliability test frequency و important index. For construction project KPIs, after analysis the data using the frequency for 32 KPIs, we found the top 10 indicate for construction industry. This time, the result indicates that the top 10 key performance indicator at the project level here. Well, team experience, customer satisfactions, a training, a time, cost deviation, a budget, a resource, a risk, what cost of implementation and planning period. Construction companies KPIs, almost we from research review we have 38 KPIs and implementation in questionnaire. We have frequencies, then we developed two relative important index. Also the result show how the result indicates that the top 10 top 10 key performance indicator at company level, stability, employee satisfaction, customer satisfaction, safety, training, equal work efficiency, reasonable and education, system efficiency and work review. Dr. Tahir, are you there? For construction company KPI. For construction company KPIs, we have the 10 KPIs, level stability, employee satisfaction, customer satisfaction, safety, continue. The conclusion of this study, we have indicate the top 10 key performance indicator at phase of project or construction project or companies. Construction companies, construction project. زي ما قلت انا قبل الموضوع بالنسبه لنا نحن الحاجه مهمه جدا ان احنا نقدر نحدد الكي بي ايز بالنسبه لصناعه التشييد في السودان بشكل عام كيف عشان نقدر نقيس الاداء بتاعنا او بتاع المشروعات ماشي كيف. للاسف حاليا الكي بي ايز في بعض مشاريع التشييد في السودان لبعض الشركات هي بتعمل كي بي ايز لكن الكي بي ايز ما بتطبق بصوره البيرفكت ما بتطبق بالصوره الستاندر ما بتطبق بالصوره الحقيقيه المفترض تبقى موجوده عشان انا كل فتره والثانيه او كل خمس سنين اقدر اقيس صناعه التشييد بتاعتنا او الكونستراكشن اندستري ماشي على وين. فنحن بنوصي انه والله ال10 كي بي اي دي فيرذر ستدي انها نقوم نشوف عدد من المشاريع الموجوده حاليا حنطبق عليها ال10 كي بي اي فور كونستراكشن بروجكت 10 كي بي اي فور
construction company. بعد ذاك نقيس الأداة بتاعنا شكله ماشي كيف. وهي زي ما قلت أنا في البداية هي ongoing research أو بحوث هي لسه مستمرة, ودي البداية بتاعتها. شكرا لكم. بنحلم بفضاء أوسع, بنحلم بزمن أجمل, بلاد ميلاد, بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع, بنحلم بزمن أجمل, بلاد ميلاد, بلاد ممتد لحد حدود الحد, وطن لك.